هم نقعة بن غيث شوف اعتقد. اول احنا عندنا بشرق كل 10 امتار نقعه. نعم كل من بيته على البحر سوى له نقعه. تقول لي انت وين اي نقعه؟ اقول لك نقعه برسلي، وانا بنقعه النصف. اقول لكم نقعه بالنصف وهي كنا ما تبر، يعني عمل مشترك. نعم ليش سووها نقعه؟ كل واحد اللي عنده خشب تصير نقعه، علشان مثل السياره والكراج عنده مكان يوقف الخشب مالته. عدل طبعا. لكن ما يمنع انه يكون الخشب الثانيه التشاله البوم. نعم. الماء يوقف. يعني مو هو العمل مشترك. نعم. مو يعني نقعته ملكه، مو ملكه، انما هو ساهم فيها. إيه؟ ها وغيره ايضا ساهم وياه، فهي نقعه الفريج او نقعه المجموعه اللي حولها النقعه هذه، كلهم يحطون او كلهم يبندرون سفنهم وخشبهم فيها، وهم كلهم يدشون من القاف. اكيد تعرف القاف شنو؟ المدخل. المدخل. نعم. المدخل فيه اثنين، مدخل من صوب جبله والمخرج من صوب شرق. نعم عرفت. هذه هني اللنقع الموجوده نقعه القضيبي، وبعدين نقول حتى مثلا نقعه حتى الشاهين الغانم عندهم نقعه، لان كان عندهم ابا مثلا كبار. اكيد واخذه معروفين. بيت بنحيي هني، بنحيي من هناك اقرب لقصر السيف من هناك. ايه نعم ايضا يعني نقعتهم جزء من نقعه بن خميس، اقرب لهم نقعه بن خميس وياهم. نعم وبن عيسى واخذه كذلك. انه واخذه. نعم. الحين هني سلمك الله، احنا عشان نتكلم ولا نخرج من الموضوع. نعم. احنا عندي قلت لك احنا اخر شيء بن غيث. بيت بن غيث، بعدين بيت القضيبي. مو قبل بيت القضيبي بيت احمد الغانم جاسم الغانم الجبر. الحين انا اقول لك شلون. احنا نمشي وياك، وكنا انا ماشي وياك بالاول بس انت ناسي. نعم. لا انت اذكر تذكر احسن مني. انا ما اذكر. لا هو كلها عمل جماعي. نعم. فنوصل الحين بيت القضيبي، باعوا منه جز حق محمد قبزرد ابو جاسم الله يرحمه. نعم الله يرحمه. اخذ منهم كان مدير الجمارك، كان مدير المينا. والله 30 نعم بهالرجل. نعم. كان هو المدير العام، وجاسم العنجري الله يرحمه كان نائب المدير. صحيح. العام. نعم. وكان المرحوم بارك الحساوي. نعم. ومحمد البدر. نعم. والصرعاوي كان كانوا بالمينا. يعني هذا المجموعه. نعم. اللي كانوا مشهور يعني. محمد قبزرد مشهور بالتصوير، يحب التصوير، وترك لنا ارث كبير من الصور ومن الافلام السينمائيه القديمه. وكان المدير بعد المدير اللي ما اذكر لك الجاد اللي قام يتكلم لازم ينفذ كلامه، شعيب عبد السلام. عبد السلام شعيب. عبد السلام شعيب قزرها. انا اشوفه يوم انا كنت في الجمارك يلبس هالبدلة وقطر عقال. وقطر عقال معروف صورته. وكله أكو 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 يعني مثل ما أقول لك كشك. نعم. في إنجليز اثنين كله قاعد عندهم داخل مال حمال باشي. نعم. عرفت. لكن لا شاف الشغل في ضك. يجيك الساعة 12 من الليل يقول حق حمال باشي واصل العلم، يردون يشبون تريكاتهم الأولية هذه. نعم. البريمز. نعم. ويشتغلون من أول. حريص الله يرحمه. حريص كان يتابع نفسه الله يرحمه. نعم معروف. لا مشهود له بالتاريخ بشيء هذا. طيب وصلنا عند بن غيث وعقبهم قلت القضيبي. بيت القضيبي لما تطوف بيت القضيبي وانت رايح لشرق لجب لغصتي. نعم. يجيك المرسم اللي هو الحين بيت جاسم الغانم الجبر. الحين صابغينه بابيض وسووا مرسم. سموه مرسم الحر. يما احنا بالاول يوم احنا صار يقول مسجد الغانم. نعم. بس هم يقولون صار اختلاف، مره يقولون احنا رايحين على مسجد الغانم. نعم. بس هو طلع مسجد برسلي، وبعدين يقولون مسجد ناهض. على خلاف المسجد هذا موجود الى اليوم. ايه. وعلى خلاف بين اسرتين برسلي، اسره برسلي الكريمه واسره ناهض الكريمه. وانا رحت له من يومين المسجد، قاعدين يعني يشتغلون فيه بالترميم هذا المسجد. نعم. وسالت انا المقاول قلت له ابيك تعطيني اللوحه، كان يقولوا اللوحه شالوها بن 15 يوم وزاره الاوقاف. قلت ليش؟ كان يقولون عشان بيغيرون اللوحه. قلت له شو مكتوب فيها؟ شاق والله وانا امشي لقيت فيها برسلي والناهض. نعم. فانا الحين يعني حاليا دمجت الموضوع. نعم. انا حاليا قررت اني ادمج الموضوع لان في اثنين. نعم. إيه؟ انصافا للاسرتين يعني ها والتاريخ، ان هذا المسجد يسمى مسجد برسلي ويسمى ايضا مسجد الناهض حتى ما والطريق واحد. إيه؟ وكلنا اهل وكلنا اسره واحده في النهايه. إيه؟
عاد هني سلمك الله بعد عن المنطوف وبنينا بيت مندني بالزاوية. بيت مندني. نبي نوقف عند بيت مندني عم عبد الله. إيه. وناخذ فاصل ونستكمل إن شاء الله بإذن الله بعد الفاصل. نستكمل حديثنا أعزائي المشاهدين مع العم عيسى فهد غانم الغانم أبو عبد الله العم أبو عبد الله. وبدأنا يعني ما نبي نعيد كل اللي قلناه، لكن وصلنا عند الفرجان وقاعد نعدد البيوت اللي على البحر في الحي الشرقي بمدينة الكويت القديمة. وصلنا طال عمرك عند آخر شيء قلت لنا مندني، أسرة مندني الكريمة. بيت مندني طبعا هم هم زاوية على البحر. نعم. وقبالهم كله ببرسلي، كان راشي. نعم. عبد الله بن ناصر برسلي. عبد الناصر معروف نأخذه عود. نأخذه. نعم. ونأخذه أورزين ومحترم وكريم. نعم نعم الله. هذا نعم. الرجل اللي يعني أنا وأنا صغير وايد. نعم. أول شيء إنه يلبس البشت اللي أنا خابره. الله. ورجل محترم. أنت شفته بعينك طبعاً لحقت عليه. شفته وقعدت معاه وأنا صغير. نعم. حقيقة. نعم. يا ريال عبد الله بن ناصر برسلي. معروف وناصر. نعم له له شخصية محترمة جدا ومعروف على مستوى الكويت. وخالد راشد بورسلي. خالد الراوية معروف يسمونه الراوية. وهم. نعم. راشد وصالح الله يرحمه. نعم. وأنا صغير يعني حرش. نعم. حتى إن الشاعر الله يرحمه راشد بورسلي. فهد يقعد بالعاير. نعم. يقعد بالعاير اللي إقبال عاير مندني. اي نعم. شو يسوي؟ ويهد القطره. ايه؟ هذا هد شيء بدون عقال. اي واشوفه ساعات عنده قلم كوبيا. اي نعم. تعرف القلم الكوبيا؟ ماركته كوبيا ولا شنو؟ لا هو اسمه كوبيا اللي لا اول المدرس لما يعاقب الطالب. ايه؟ عشان ما يبي يسبح يطلع قلم كوبيا البنفسجي ما يطير هذا. اي ما يروح هذا ما يروح. فهو بيقط الجقاره من ايدينا. يمكن انه ما يستعمل الكبريت. نعم. وأنا صغير يعني ألاحظه هو من النوع الهادئ ولا شيء على باله. ماكو أوراق. يكتب قاعد يده. يكتب على طول. يكتب بالكوبية. يكتب يعني أنت شفته قاعد في العاير. أيه. على قولتك. أيه. 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 في العاير قاعد وقاعد يكتب. ها يكتب قلمة. أنا أشوف شيء بقاعد إيده بس ما أسأله وكله لقيت ها ويس وين رايح هو يسلك ساعات إذا اشتهى يقول عيسى وساعات يقول يا عويس زقر كنا يدلعني يعني أكبر منك بالسن هو أكبر منك بالسن لكن هو يسمح. نعم. وبعدين ما شارك أحد. نعم. يعني حسيت أني أنا بعد ساعات لما أجي عنده أوخر عنه. نعم. عرفت. إيه. يعني هو كان هو يعني. في كنا في دور 20 وأنا بالميزانين يعني كأنه. نعم. هو بيني بينه فارق هو قاعد يفكر. نعم. بشيء وأنا جاي. نعم. عابر سبيل كذي. نعم نعم, نعم 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 نعم. عاد هني البيوت لما تروح إنك بيت مندني. مندني. إيك بيت بن عيد اللي هو إمام المسجد. بن عيد ملا عيد. ملا عيد. ملا عيد المطيري. 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 وأكو بن عيد. معروف. ثانين هذا أبو وأكو بن عيد العائلة. أبو هجر. نعم. هذا بن عيد. بن عيد هذا الأكل العائلة. أما ملا عيد المطيري معروف الشيخ عيد يسمونه. هذا أبو سالم. أبو سالم. نعم. نعم معروف. إيه نعم معروف. من سكان فريج بورسلي. ايه. وكان إمام المسجد. إيه نعم. هذا الكورنر هني البيت بورسلي بالأخير يعني بورسلي وراء من ظهره بيت جاسم. بيت غانم بن جاسم الغانم الجبر. غانم بن جاسم أخو أحمد بن جاسم. محمد. أخو محمد. نعم. اللي الله يرحمه توا ولده توفى. الله يرحمه. محمد. نعم. هذا أنت يا غانم بن جاسم الغانم الجبر هذا هني بيته وقبله قبل ما أوصله بنفس المكان أي بيت تمار. بيت التمار. وبيت مفرح. والمفرح. المفرح. كل هذا على البحر قصدك ولا؟ لا هذا مو على البحر. هذا بالظهر. هذا زاوية يعني زاوية مندني على البحر. نعم. وهذه الزاوية الثانية. رايحة جنوب. اللي قبال بيت بن عيد. نعم. واللفة بني تروح بيت التمار. نعم. أكوني بيت التمار داخل وإذا بتغزر شوية يك بيت بويروة ويك بيت النشيط ويك بيت السكوني. حلو. أنا ما ودي أغزر صوب لا البحر. لا تغزر وايد. لأن هذا لا صوب سكة القضيبية.
نعم. ومن هناك بس ويومهم بيت صالح مصطفى الدرباس. نعم. صالح مصطفى الدرباس هناك بيته يم بيت السكوني وقبال القضيبي وقبال البحر بس على بعد. نعم. اي نعم تفضل. نعم. نعم. طيب احنا عدينا كم بيت وكم عماره خلينا نقول على البحر وشويه نقع ووصلنا عند مندني وذكرت لنا كم بيت حواليهم بيتهم بالزاويه على البحر على طول دايركت ايه؟ لما تطوف يجيك بيت الشيخ حمود يابر الله يرحمه عقب مندني على طول اي بيت الشيخ حمود هاد كبير طبعا ودايركت على البحر نعم وكانت عنده اسكله نعم ها اسكله تابعه للبيت هو كانت ايه؟ صغيره بين لنا شنو الاسكله اسكله ما يعرفها من المشاهدين اسكله هي مثل عرزانه حق الخشب بس هو بناها بنيان ودفنها وطلعت حوالي صوب البحر يمكن حوالي 25 متر غير البحر داخل البحر مصبوبه صب اي ولها دري مصبوبه صب يعني بالسمنت دار مدارها سميت إيه؟ بعد الطريق العام يعني مال السيارات خطرها فيها تقريبا 25 متر نعم مثل ما تقول يعني جسر في البحر اي يمشون عليه حتى يقربون صوب الماء العميق اي نعم اي وما ما مالها خشب يمها نعم. هدادية ما عدا شوعي واحد يوقف عندها بس يوقف عليه ممنعه اي ما منع الشيخ يعني كان يستخدمها الشيخ حمود الله يرحمه و يدي جاسم الغانم ويدك فقط يدك جاسم كان يوقف الشوعي ماله هناك كان محبوب عندهم نعم وهو شو يسوي اذا راح بحر نعم قدام بالبحر البحر حق الجميع يعني نعم. يقط الباوره لكن اذا بغى يجي اي على الاسكله اي ما يمانع الشيخ ما حد يقول له لا ما يقول له لا يوقف هناك ما عنده مشكله ودائما الشيخ حمود اليابر الله يرحمه نعم وهو عنده شباك على البحر نعم يطالع الاسكله ويطالع كل شيء لكن ما قال حق واحد مثلا عنده كان عنده ربيعه وعنده واحد اسمه ناصر وعنده واحد اسمه صغير نعم كانوا هذول يشتغلون مع الشيخ سالم نعم سالم حمود اليابر الله يرحمه نعم ولد حمود 30 نعم والله 30 نعم الله يرحمه هذا لا كله عندنا في البيت واحنا نعم. نروح ونية عليهم نعم ويدي جاسم الله يرحمه كان فري ما حد يحاكي على الطاري عم ابو عبد الله ترى احمد اليابر ما عنده الا اخو واحد حمود حمود اي بس ما عنده اخوان ثاني حمود حمود اليابر بس الاخوان كاخوان ما عنده الا حمود والله يعني هو كان الله يرحمه يعني اللي بنته الدكتورة رشا وزير الدفاع الحالي الشيخ أحمد الحمود وسالم الحمود كان رئيس الحرس ونسيمة الأمني ونسيمة وشهرزاد نسيمة وشهرزاد أنا نعم رابي نعم وياهم أنا صغير نعم 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 صحيح الله يرحم الجميع آمين إن شاء الله طيب عقب بيت الشيخ حمود هني بيوت علي بن شاهين بيت علي بن شاهين بيت علي بن شاهين هذيل هم ماخذين الجزيرة ماخذين يعني مجاورين للشيخ حمود اي لكن انت ما قلت لي بالسكه بيت حمود اليابر منه الفاصل مثل ما يقولون الجماعه فاصل في فاصل بينهم بيت ابو فهد فهد غانم داخل فهد الغانم بظهر بيت حمود اي كلش بينهم فريه فريه بس نعم بيت محمد اي غانم الغانم وبيت عبد الله بن ناصر وبيت غانم بن ناصر ثلاث بيوت احنا سويناها الغانم الغانم كلهم عيال الغانم اللي هم اهلكم اللي احنا اهلنا نعم هذه وهني عندك يمنا احنا دايركت بيت اليلاهمه جاسم وناصر اليلاهمه نعم ويومهم بيت اليلاهمه هني بيتهم بيت صالح النيدي صالح عنده صقر وعلي ناخذه معروف ناخذه هذا النيدي لا هو من اول كان رجل اعمال يوم الدنيا دبس هذاك ناخذه علي النيدي اي ناخذه علي بس في نقطه عشان انا اقول لك ان البيت في بيت حق عبد الله اليوسف الفهد نعم هذا البيت انا سمعت طرف حكي انه استلموه الفلي قبل نعم والفلي سكنوا فيه عائلة اليوحة والرضوان نعم الحين علي الرضوان واليوحة معروفين أحمد اليوحة ولي أخذ جهة البحر والرضوان أخذوا جهة البيت على البحر يعني
هو من ذاك الصوب على البحر بس اي البحر بعد مو على البحر دايركت اكو هول اكو ساحه نعم